الرئيس السيسي يواجه بإتاحة وحدات سكنية بتخفيضات ملائمة للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة. مجلس الوزراء يعلن الإفراج عن بضائع بالموانئ ب5 مليارات دولار منذ بداية ديسمبر. بوتين يقول إن الجيش الروسي سيدمر صواريخ باتريوت الأمريكية إذا وصلت أوكرانيا. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإتاحة وحدات سكنية بنسبة تخفيض ملائمة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار الحزم التحفيزية المقدمة من الدولة للعاملين بالقطاع الحكومي. كما وجه الرئيس السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان بالاهتمام بكافة تفاصيل مشروع التجلي الأعظم بسيناء في محيط جبلي موسى وسانت كاترين. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض نتائج زيارة الأخيرة للوفد الوزاري المصري إلى تنزانيا، فضلاً عن الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الإسكان على مستوى الجمهورية. وقد قام الدكتور عاصم الجزار بعرض نتائج زيارة الوفد الوزاري المصري مؤخراً إلى تنزانيا للمشاركة في احتفالية الملء الأول لخزان سد جوليوس نيريري لتوليد الطاقة الكهرومائية الذي ينفذه التحالف المصري لشركتي المقاولون العرب والسويدي إلكتريك، حيث يعد السد أضخم مشروع تنموي يتم تنفيذه على مستوى تنزانيا، وسيساهم في توليد ضعف حجم الطاقة المتوفرة حالياً بالبلاد بسعة تخزينية حوالي 34 مليار متر مكعب وبقدرة 2115 ميجاوات. أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك استعراض موقف المشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة موقف الأعمال بالأحياء السكنية المختلفة ومنطقة حي المال والأعمال، فضلاً عن أعمال تنسيق الميادين والمحاور والعمل في منطقة النهر الأخضر. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بإتاحة وحدات سكنية بنسبة تخفيض ملائمة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بمشروع الإسكان المتميز في الحي السكني R3 وفي إطار الحزم التحفيزية المقدمة من الدولة للعاملين بالقطاع الحكومي في العاصمة الإدارية. كما عرض السيد وزير الإسكان سير العمل بمدينة العالمين الجديدة وما تضمه من مشروعات مثل الأبراج والمدينة التراثية والحي اللاتيني والمنطقة الترفيهية والطرق وجامعة العالمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا. كما اطلع السيد الرئيس على مستجدات العمل لعدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية، ومنها مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بسيناء في محيط جبلي موسى وسانت كاترين الذي يضم سلسلة من المشروعات التنموية المتكاملة، حيث وجه السيد الرئيس بالاهتمام بكافة التفاصيل التنفيذية للمشروع لتكون متسقة مع سمة ومكانة تلك البقعة المقدسة من أرض مصر ولتقديمها للإنسانية ولجميع الزائرين من شتى بقاع الأرض على النحو الأمثل تقديراً لقيمتها الروحية الفريدة. كما تابع السيد الرئيس كذلك المشروعات الجارية لتطوير منطقة القاهرة التاريخية التي تهدف لاستعادة الوجه الحضاري اللائق للقاهرة، بما فيها عملية تطوير الجارية في منطقة سور مجرى العيون ومنطقة مثلث ماسبيرو، إلى جانب المراحل التنفيذية الجديدة لمشروع ممشى أهل مصر على ضفتي كورنيش النيل، امتداداً من كوبري مبابة إلى كوبري تحيا مصر شمالاً ومن كوبري 15 مايو حتى كوبري قصر النيل جنوباً. كما عرض الدكتور عاصم الجزار الجهود التي تقوم بها وزارة الإسكان بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لإعادة تسكين الأهالي في مشروع زهور مايو كسكن بديل للمتضررين من السيول في منطقة 15 مايو.
كما اطلع السيد الرئيس أيضا على الموقف المالي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وآلية تخصيص الأراضي بها، إلى جانب رؤية تطوير الهيئة خلال 10 سنوات المقبلة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وجود تنسيق ومتابعة مستمرة من الحكومة والقطاع المصرفي لملف توفير السلع وإتاحتها للمواطنين. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مع محافظ البنك المركزي ووزيري المالية والتجارة والصناعة وعدد من المسؤولين. وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه وخلال الفترة من الأول من ديسمبر وحتى 23 من الشهر تم الإفراج عن بضائع بقيمة نحو 5 مليارات دولار من الموانئ، من إجمالي بضائع قيمتها نحو 14 مليار دولار موجودة بالموانئ منذ بدء أزمة تراكم البضائع. وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ببدء الإعداد لخطة طرق الأبواب للصناديق الاستثمارية الكبيرة وكبريات الشركات العالمية وكذا كبار المستثمرين الأجانب بهدف الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر. جاء ذلك خلال لقائه مع حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمتابعة الخطط المقترحة للترويج لجذب المزيد من الاستثمارات خلال المرحلتين الحالية والمقبلة وغيرها من الملفات ذات الصلة. عقد مجلس أمناء الحوار الوطني جلسته 18 اليوم، وتناولت الجلسة المحاور الرئيسية الثلاثة السياسية والاقتصادية والمجتمعية والتي يندرج تحتها عدة لجان تصل إلى 19 لجنة. وأبرز الشخصيات المرشحة لهذه اللجان والتي ستبدأ فور الانتهاء من اختيارها بطرح الملفات الأهم للنقاش والتي يصل عددها إلى 100 ملف، وستعرض بعد ذلك القرارات التي ستخرج عن هذه الاجتماعات على مجلس النواب والشيوخ لاتخاذ الجانب التشريعي بها وتنفيذها بعد ذلك بعد عرضها على رئيس الجمهورية. بنتكلم في الحوار الوطني تحت 3 عناوين رئيسية: القضايا ذات الطبيعة السياسية، القضايا ذات الطبيعة الاقتصادية، القضايا ذات الطبيعة الاجتماعية. داخل كل عنوان من العناوين دي اللي احنا بنسميه محور هناك قضايا فرعية، مثلا في 5 قضايا فرعية تحت المحور السياسي و8 قضايا فرعية تحت المحور الاقتصادي و6 تحت المحور الاقتصادي بالمجموع 19. يعني كل قضايا فرعية لها لجنة خاصة بها. هنتكلم على زي ساحة الحوار الوطني منتشرة عبر 19 لجنة. كل لجنة من اللجان بنختار لها عدد من الأشخاص في كل حالة في كل لجنة، بحيث أنه يبقى عينة ممثلة للمجتمع المصري من ناحية أصحاب الرأي والفكر، مجموعات المصالح، الشباب، المرأة، الفلاحين، العمال، بحيث يبقى كل مصري يرى نفسه في مرآة الحوار الوطني. جدول أعمال جلسة مجلس الأمناء النهاردة الأحد الموافق 25 ديسمبر في الحقيقة يعني بتركز بشكل رئيسي على اختيار الأسماء المرشحة للنقاش والمشاركة في الحوار خلال الجلسات الرئيسية للحوار الوطني المقرر انطلاقه خلال الفترة المقبلة أو خلال الأيام القليلة المقبلة. في الحقيقة يعني وضع مجلس الأمناء بعض المعايير لاختيار الأسماء. أولى هذه المعايير أن يكون لديها المصداقية لدى الرأي العام، حسن السير والسلوك، القدرة على الوصول إلى نتائج مشهود له بالتخصص والكفاءة المهنية في تخصصه. في الحقيقة طبعا كان في بندين النهاردة على جدول أعمال الجلسة. البند الأول هو استمرار النقاش حوالين الأسماء المقترحة للمشاركة في أعمال اللجان، ودي قضية طبعا مسألة مهمة لأنه هتكون يعني عامل مهم جدا في يعني إسراء النقاش داخل اللجان وأيضا تسهيل مهمة اللجان في الوصول إلى توصيات ومقترحات قابلة للتنفيذ.
في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد 765 عنصراً إجرامياً ومصر عنصر إجرامي شديد الخطورة بنطاق 23 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها قتل وسرقة وسلاح ومخدرات، وضبط معهم 295 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 103 متهم وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 904 قطعة سلاح ناري أبرزها جرينوف و105 بندقية و101 بندقية آلية و42 مسدساً و655 فرد محل الصنعة وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و116 خزينة، إضافة ل 1471 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط 3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلهم أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 459,143 حكما قضائيا، من بينهم 1704 حكم جناية و169,491 حكم حبس و221,557 حكم غرامة و66,391 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 6 تشكيلات عصابية ضموا 18 متهماً قاموا بارتكاب 29 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 75 حادث ما بين حريق عمد وقتل وسرقة بالإكراه وانتحال صفة وضبط مرتكبوها بإجمالي 118 متهماً، وتم إعادة 3 سيارات مبلغ بسرقتهم. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 2382 قضية إتجار في المواد المخدرة بإجمالي 2617 متهماً، من بينهم حوالي 912.5 كيلوغرام من مخدر الحشيش و45,222 كيلو و732 جرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت حوالي 135 كيلوغرام، وضبط أكثر من 37.5 كيلوغرام من مخدر الأيس الشابو، إضافة إلى حوالي 64.5 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، وعدد 45,210 قرص مؤثر و15,121 قرصة ترامادول مخدر،
وعدد 60,162 قرص كيبتاجون مخدر. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 383 مليون جنيه. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 5 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، كما تم ضبط 3 قضايا غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 170 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 822 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت 239 طن. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 51 طن. وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 164 طن. أما في مجال عدم الإعلان على الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع تم ضبط 14 طن. وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 10 أطنان من الأسمنت. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 978 قضية من بينها 217 قضية خبز ناقص الوزن و 167 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف والبيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 12 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 367 طن. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده مستعدة للتفاوض مع كل أطراف الصراع الأوكراني، غير أن كييف وداعميها الغربيين رفضوا الانخراط في محادثات. واتهم بوتين الغرب بالسعي إلى تقسيم روسيا، لافتا إلى أن بلاده تتحرك في الاتجاه الصحيح في أوكرانيا. كما قال بوتين إنه متأكد 100% من أن الجيش الروسي سيدمر النظام الدفاع الجوي باتريوت الذي ستزود الولايات المتحدة أوكرانيا به. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين إن عام 2022 مثل أهمية خاصة بالنسبة للأوروبيين حيث كشف عن قوة اتحاد الدول الأوروبية. ووفقا لبيانات المفوضية الأوروبية فقد تلقت كييف دعما ماليا من الاتحاد الأوروبي خلال عام 2022 تجاوز 19 مليار يورو هذا العام. ويأتي ذلك وقد تركت الهجمات التي تشنها روسيا ملايين الأوكرانيين بلا تيار كهربائي ولا تدفئة ولا مياه نظيفة. أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أكد أن الخطط الأممية المقترحة بوقف القصف من وإلى محطة زابوريجيا ستساعد في منع وقوع أي حادث نووي بالمنطقة. وأشار غروسي إلى إحراز تقدم في جهود الدبلوماسية الرامية لإنشاء منطقة حماية للأمان والأمن النوويين حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا. وفيما له صلة أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تستعد لنشر فرق الوكالة على أساس مستمر في 4 منشآت نووية أوكرانية من بينها موقع تشيرنوبيل. أعلنت القوات الأوكرانية إرسال بريطانيا دعما يشمل نحو 900 مولد كهربائي. ومن جانبه توقع وزير الدفاع البريطاني بن والاس تسليم 10,000 مجموعة أخرى من أدوات الطقس البارد للجانب الأوكراني بحلول عيد الميلاد. على الرغم من برودة الأجواء التي تصل إلى حد التجمد في أوكرانيا في هذه الأوقات من العام، إلا أن ذلك لم يمنع الأحداث هناك من السخونة الناتجة عن لهيب القذائف والمدافع. في شرق أوكرانيا لا تزال الضربات الروسية مستمرة على باخموت التي يحاول الروس السيطرة عليها منذ الصيف وفق ما أعلنت الرئاسة الأوكرانية.
وفي خرسون جنوباً تصاعدت ألسنة اللهب من السوق الواقعة في قلب المدينة التي تمكن الجيش الأوكراني في 11 من نوفمبر من استرجاعها، وذلك بعد 8 أشهر من السيطرة الروسية عليها. الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أدان القصف الروسي الذي وصفه بأنه إرهابي على مدينة خرسون في جنوب أوكرانيا، حيث قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وجرح 55 آخرون. على الجانب الآخر، ألقت الإدارة الإقليمية في خرسون التي عينتها موسكو باللوم في الهجوم على الجيش الأوكراني، منتقدة ما وصفته بالاستفزاز الذي يهدف لإلقاء اللوم على القوات المسلحة لروسيا الاتحادية. وخرسون هي العاصمة الإقليمية الوحيدة التي سيطرت عليها روسيا منذ بدء عملياتها العسكرية قبل 10 أشهر مضت، ومنذ ذلك الحين تقول كييف إن القوات الروسية تقصف المدينة بشكل مكثف عبر نهر دنيبرو. قال وزير المالية الروسي أنتون سيلوانوف إن بلاده ستبحث عن أسواق جديدة للنفط الروسي بعيدا عن الغرب. وأوضح الوزير أن روسيا لن تخضع لسقف السعر الذي حددته الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن بلاده قد تضطر إلى الحد من حجم الإنتاج. قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، قال إن روسيا ستكون قادرة على إنتاج ما لا يقل عن 490 إلى 500 مليون طن من النفط في عام 2023. وذكر نوفاك أن روسيا ستنتج مثل هذه الكميات حتى في ظل الحظر النفطي الجديد الذي فرضه الاتحاد الأوروبي في 5 ديسمبر، وبعد إجراء مماثل بشأن المنتجات النفطية يبدأ العمل به في 5 فبراير المقبل. توقع رئيس وزراء بيلاروسيا رومان جولوفيتشينكو انكماش اقتصاد البلاد بنسبة 4% بسبب العقوبات الغربية. وأضاف أن معدل التضخم بلغ على أساس سنوي في الأول من ديسمبر 13.3% انخفاضا من 15.2% في الشهر السابق. وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى عقوبات بمليارات الدولارات على الدولة السوفيتية السابقة بسبب دعمها لروسيا ضد أوكرانيا. وما زالت نشرة تاسعة مستمرة وتتابعون فيها. الصين تجري تدريبات عسكرية ردا على ما تصفه باستفزازات أمريكية وتايوانية. انتهت انتخابات أعضاء المجالس البلدية في سلطنة عمان، وأفاد موفد التلفزيون المصري في مسقط أن نسبة التصويت في انتخابات المجلس البلدي العماني بلغت 39%، حيث تصدرت محافظة ظفار التصويت في الانتخابات. أجرى الجيش الصيني تدريبات عسكرية في البر والمجال الجوي قرب تايوان ردا على ما وصفه باستفزازات أمريكية وتايوانية لم يحددها. وذكرت قيادة المنطقة الشرقية في الجيش الصيني أنها ستتخذ كل الخطوات الضرورية للدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها دون ذكر مزيد من التفاصيل. أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين أنها لن تنشر بعد الآن البيانات اليومية للإصابات والوفيات بفيروس كورونا بدون أن تقدم أي تفسير. وأرجعت مصادر عدة ذلك إلى عدم دقة البيانات منذ رفع بكين للتدابير الصحية الصارمة المتعلقة بسياسة صفر كوفيد في 7 ديسمبر. حل الشتاء وغطى الضباب السماء وأروقة السلطات الصحية في الصين،
قرارات دون تفسير بشأن كورونا أعلنتها لجنة الصحة الوطنية في الصين بالتوقف عن نشر البيانات اليومية للإصابات والوفيات بالفيروس التي دأبت على إصدارها منذ عام 2020. لجنة الصحة الوطنية قالت إنها لن تنشر معلومات يومية عن الوباء، وأضافت أن المركز الصيني لمراقبة الأمراض والوقاية منها سينشر المعلومات المتعلقة بالوباء لأغراض مرجعية وبحثية من دون تحديد نوع البيانات التي سيتم نشرها من قبله. أصوات من بكين رأت أن هذه الإحصاءات لم تعد تعكس مدى الموجة غير المسبوقة من العدوى التي ضربت الصين منذ رفع التدابير الصحية الصارمة المتعلقة بسياسة صفر كوفيد في 7 ديسمبر. في السابق كانت اختبارات PCR شبه إلزامية تساعد على تتبع المنحى الوبائي بشكل موثوق، لكن المصابين باتوا يجرون الآن اختبارات ذاتية في المنزل، ونادرا ما يبلغون السلطات بالنتائج مما يحول دون الحصول على أرقام موثوقة. التباين الواضح في منحنى الإصابات أكدته مراكز إحراق الجثث التي أكدت تدفق أعداد كبيرة من الجثث بشكل غير اعتيادي رغم البيانات الضعيفة عن الوفيات. احتشد عدة آلاف من المتظاهرين في ناغورنو كاراباخ احتجاجا على إغلاق محور حيوي باتجاه أرمينيا، وأغلق الناشطون أذربيجانيون الممر الذي يعد الطريق الوحيد الذي يربط منطقة ناغورنو كاراباخ الجبلية بأرمينيا، موضحين أنهم يحتجون على الألغام غير القانونية في المنطقة. لقي 6 أشخاص حتفهم وأصيب 2 آخران عشية عيد الميلاد في حادث سقوط حافلة بنهر بشمال غربي إسبانيا، وبحسب السلطات كان 8 أو 9 أشخاص على متن الحافلة والتي كانت تنقل ركابا عشية احتفالات عيد الميلاد، حيث تم إنقاذ 2 وتم نقلهما إلى المستشفى وهما سائق الحافلة وراكبة. قالت خدمة الطوارئ في بيلاروسيا إن حريقا اندلع في إحدى مصافي النفط لكنه سرعان ما تم إخماده. وقالت وزارة الطوارئ إن مصفاة النفط الواقعة في شمال البلاد وتصل طاقتها إلى نحو 200,000 برميل يوميا تعمل بكامل طاقتها على الرغم من اندلاع الحريق. وافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب في شأن إنشاء صندوق مصر الرقمية. هذا وتضمنت جلسة مجلس الشيوخ أيضا إدراج طلب مناقشة عامة مقدم من أكثر من 20 عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير قطاع الاتصالات ودعم جهود التحول الرقمية. جلسة جديدة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تلقى خلالها المجلس رسالة من رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي لأخذ الرأي بشأن مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ليحيله رئيس الشيوخ إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه. مشروع القانون الوارد برسالة السيد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. مجلس الشيوخ وافق نهائيا خلال الجلسة على مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب في شأن إنشاء صندوق مصر الرقمية. جلسة مجلس الشيوخ تضمنت أيضا إدراج طلب مناقشة عامة مقدم من أكثر من 20 عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير قطاع الاتصالات ودعم جهود التحول الرقمي. التحول الرقمي في مصر شاهد طفرة كبيرة جدا خلال السنوات الماضية، وبنشيد بوجود معالي الوزير والوزارة فعلا حصل طفرة في البنية التحتية وفي التعامل مع الناس، لكن احنا بنطمع في المزيد. لسه لغاية النهاردة في بعض المناطق في مصر محتاجة ان هي نزودها بالبنية التحتية. الحاجة برضو اللي بشيد بها في الوزارة وهو البرامج التدريب للشباب. حقيقة شفت الفترة اللي فاتت ان في برامج عملتها الوزارة بخصوص تدريب الشباب على التعامل الرقمي،
وشفت إقبال كبير جدا في هذا الموضوع. الدولة قامت بدور طيب في يعني كبداية في ملف التحول الرقمي، وعملت مبادرة مصر الرقمية، وبدأت تظهر منظومات إلكترونية جيدة، زي مثلا أذكر منها على سبيل المثال منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية المعروفة اختصارا بجيف ماي إس، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونية، ومنظومة الخدمات الإلكترونية، ودي كلها مبادرات طيبة. ده بالإضافة للداتا سنتر اللي مفروض أنه بيتجهز في العاصمة الإدارية الجديدة. الحكومة أكدت في ردها اهتمام الدولة بجهود نشر الوعي بالخدمات الرقمية وتمكين قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل وضمان استدامتها، فضلا عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة. رئيس مجلس الشيوخ قرر بنهاية الجلسة إحالة موضوع طلب المناقشة العامة وتعقيب الحكومة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحثه وإعداد تقرير بشأنه. وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري أكد عدد من نواب مجلس الشيوخ ضرورة التوعية بأهمية التحول الرقمي ومواجهة الشائعات التي تثار على بعض مواقع التواصل الاجتماعي. وافقنا على القانون الخاص بصندوق المنصة الرقمية. الصندوق أهم حاجات فيه وأهم صلاحيات فيه هو دعم الحكومة في مشروعاتها في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. الحكومة حاليا بتواكب العالم وبنواكب التطور العالمي. كان مهم جدا أن احنا يبقى عندنا في تدعيم للكوادر الفنية، تدعيم للنظم المعلوماتية. مهم قوي كل النهاردة المقترحات والتعديلات الخاصة بالنواب كانت في إطار تعديل صلاحيات الصندوق. يمكن كمان كان على غير المعتاد ان التعديلات اللي عملتها اللجنة، النواب كانوا عايزين يرجعوا للحكومة تاني في توسيع الصلاحيات. قانون صندوق مصر الرقمية قانون مهم، لانه بيعزز من مسألة التحول الرقمي، بيسرع منها، بيضمن توفير خدمات ذات جودة عالية للمواطن بتكلفة قليلة، كمان بيضمن استدامة هذه الخدمات بحيث ان الحكومة كلها تقدر تقدم الخدمات دي بصورة اوسع، بصورة مستمرة، من غير ما يحصل اي نوع من انواع العطلة او ان يحصل لان الخدمة ما بقتش متوفرة في بعض القطاعات. تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل عن التحديات التي تواجه العمالة غير المنتظمة وأطر الحماية الاجتماعية لهم. تتناول الورشة مناقشة عدة محاور، منها التحديات التي تواجه العمالة غير المنتظمة وأطر آليات تعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية للعمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى مناقشة التشريعات المنظمة والمتعلقة بالعمالة غير المنتظمة في القانون المصري. هنأ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الأخوة الأقباط بمناسبة حلول أعياد الميلاد، داعيًا الله أن يسود الأمان والاستقرار في كل مكان بالعالم. وجاء ذلك في تدوينة له عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث هنأ الشيخ أحمد الطيب البابا فرانسيس والبابا تواضروس ورئيس أساقفة كانتربري دكتور جاستن ويلبي وبطريرك القسطنطينية وقادة الكنائس بأعياد الميلاد. احتفلت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك بقداس عيد الميلاد وفقا للتقويم الغربي. كانت الكنيسة الأسقفية قد تزينت بأشجار الكريسماس وأضواء عيد الميلاد المجيد قبل ساعات من بدء قداس العيد الذي تم باللغتين العربية والإنجليزية لخدمة المصريين والأجانب. الحقيقة فرح عظيم جدا انه نشعر ان احنا كيان ونسيج واحد في المجتمع المصري. رائع جدا طبعا ان اخي وصديقي الشيخ سيد عبد الكريم معانا وبيهنينا بالعيد. الازهر الشريف حاضر معانا في امور كتير، الكنائس المسيحية المختلفة بتهنينا بالعيد، الدولة بتهنينا بالعيد. فرحة كبيرة ان احنا نحس انه العيد السنة دي فيه وحدة ومحبة وشركة بتجمعنا جميعا. هي رسالة اليوم، رسالة الكريسماس، رسالة عيد الميلاد، هي رسالة المحبة، رسالة السلام، لأن الملائكة ما بشروا قالوا المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. ويمكن دي مشيئة ربنا إن العالم يكون في سلام دائما وأبدا. مصر هي مصر،
بمسلميها وبمسيحيها دايما وابدا في روح الود والوئام والتسامح. احنا دايما تربينا وكبرنا وطلعنا جرجس جنب محمد وجنب السيد، اخويا سامي جنب احمد، كلنا اخوه في الله. رسالتي في العيد ده رساله لكل الناس التعبانه والناس الكئيبه والناس الحيرانه، انه صلاه قلبي انه رب يزون في الوقت العصيب ده بفرح حقيقي، فرحة سلام. أقامت الكنائس التي تتبع التقويم الغربي قداس عيد الميلاد إعلانا بانتهاء الصوم، وشهدت مراسم قداس عيد الميلاد حضورا كثيفا من المحتفلين لتبعث رسائل سلام للعالم أجمع. السلام لجميع بهذه الروح الاحتفالية التي تتزين بالأضواء وأشجار عيد الميلاد والشموع، ومع دقات أجراس كنيسة السيدة العذراء مريم للسريان الأرثوذكس بيوم 24 ديسمبر، أقيم قداس عيد الميلاد المجيد لعام 2023 ضمن احتفالات الكنائس التي تتبع التقويم الغربي في مصر، ومعه ينتهي صوم الميلاد. نحن من مصر، أرض الأهرامات الشامخة والتراب المبارك اللي بيمر فيه النيل العظيم، بنقول نحن طبعا نحن أبناء السلام، نحن أولاد التعايش والمسامحة بكل أطياف المجتمع المصري من مسيحيين ومسلمين. الأسبوعين دول أسبوعين بالنسبة لمسيحيين مصر كلهم من الأسبوعين الحلوين قوي في السنة، لأنه 25 ميلاد السيد المسيح بنعيد فيه، وبعدين راس السنة مسلمين مسيحيين بيعيدوا في راس السنة، وبعدين المسيحيين الشرقيين بيرجعوا يعيدوا 7 يناير. بكلمات الشكر والصلوات أقيم قداس عيد الميلاد المجيد بالكنيسة السريانية وسط حضور كبير للشعب والمهنئين، مع اتباع الإجراءات الاحترازية المتمثلة في التباعد بين المصلين والمطهرات والنظافة العامة، فيما يأتي القداس بعد 10 أيام من الصيام لأبناء الكنيسة السريانية. كل رسالة السيد المسيح هي رسالة سلام ورسالة حب، بتمنى من قلبي كل السلام لبلادنا الحبيبة وللرئيس البلاد الرئيس العظيم عبد الفتاح السيسي لمحبته وتهنئته العظيمة لكل رؤساء العالم. نتمنى أنه السلام يرجع للعالم أجمع، وبنهني كمان القيادة المصرية على رأس الرئيس السيسي، ونتمنى إن شاء الله كل الأحوال تتجدد وتتحسن، وإن شاء الله يكون ميلاد مجيد وسنة سعيدة على مصر أجمع والوطن العربي كله. الاحتفالات زي ما انت شايفة كده بقى، يعني بيبقى فيه القداس وبيبقى فيه ناس كتيرة جاية من كنائس تانية بتحتفل معنا، وطبعا زينة زي ما انت شايفة الكنيسة والشجرة، وبعدين بنبقى مع بعض، بيجي بابا نويل وبيعمل كده جو الميلاد شوية. فالكنائس في مصر تختلف في احتفالاتها بعيد الميلاد المجيد بين التقويم الشرقي والغربي، فتحتفي الكنيسة الكاثوليكية في 25 ديسمبر بفارق 13 يوما عن الكنيسة الأرثوذكسية التي تحتفي في 7 يناير المقبل. مراسم صلوات قداس عيد الميلاد المجيد هنا بكنيسة السيدة العذراء مريم للسريان الأرثوذكس وسط هذا الحضور أقيمت وفقا للتقويم الغربي بالتزامن مع احتفالات الكنائس المصرية التي تحتضنها مصر برسائل سلام إلى العالم أجمع. سالي سالم، التلفزيون المصري. اختتمت فعالية التوعية بمرض السكري والتي بدأت في نوفمبر الماضي تزامنا مع الاحتفالات العالمية باليوم العالمي للسكري، وخلال الفعاليات تم الإعلان عن تسجيل رقم قياسي جديد على موسوعة جينيس للأرقام القياسية في التوعية بالمرض. موسوعة جينيس ريكورد ادت هدية او كافئة هيئة التأمين الصحي ووزارة الصحة، وسجلت هذا العدد وهذا اليوم في موسوعة جينيس، لأن ده كان أكبر يوم توعوي لمرضى السكري. وزارة الصحة متمثلة في الهيئة العامة للتأمين الصحي بتقدم خدماتها
لمرضى السكر اللي تقريبا عددهم حوالي 10 مليون بنسبة حوالي ما تقرب من 15%. ده حط مصر في ترتيب العاشر عالميا من مرضى السكر. نجاح وزارة الصحة المصرية في تقديم مفهوم مختلف عن الرعاية الصحية، من مجرد تقديم الخدمة العلاجية للمرضى إلى تقديم الرعاية الصحية بمفهومها الشامل الذي يشمل كيف تحافظ على نفسك من عدم الإصابة، كيف تحافظ على حياتك بشكل صحي من مضاعفات الإصابة، كيف تستطيع أن تعيش بشكل سليم بعيدا عن احتياجك لدخول المستشفيات أو احتياجك للتأثر أو عدم قدرتك على منع التأثر بالمضاعفات الصحية لمرض السكر. انتهت محافظة أسيوط من تطوير وحدة الأشعة المقطعية الجديدة بمستشفى الصدر بتكلفة إجمالية تقدر بما يقرب من 25 مليون جنيه، وتعد الوحدة الأولى من نوعها على مستوى مستشفيات وزارة الصحة بأسيوط، وتهدف للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. ويأتي ذلك ضمن أكبر عملية تطوير تشهدها مستشفيات أسيوط على صعيد الإنشاءات والأجهزة الطبية الحديثة، وفي إخطار خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة لتطوير المنظومة الطبية ورفع الكفاءة الفنية بالمستشفيات لتقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية للمواطنين البسطاء، وتحسين وتطوير المنظومة الطبية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ووفقا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة. تعد المستشفى في الوقت ده بالجهاز الحديث ده عشان استعدادا للمبادرة الرئاسية لتشخيص أمراض السرطان الصدر اللي هتكون المستشفى مشاركة فيه في تشخيص أمراض الصدر. طبعا لازم المريض بيحتاج انه يعمل أشعة مقطعية عشان يتشخص. بيتردد علينا في الفترة دي اللي احنا لسه بدئينها من 10 ل 15 حالة يوميا طبعا، ومنتظر اول ما تبدأ المبادرة الرئاسية ان الاعداد تتزايد بصورة اكتر. بدأنا شغل فيه تقريبا من حوالي شهرين. طبعا موضوع الأشعة المقطعية بالنسبة للمستشفى خاصة انها مستشفى صدر شيء يعني فارق جدا مع الأطباء في تشخيص الحالات وعلاجها، وطبعا بالنسبة للمرضى كان المريض ممكن يجي ويحتاج ان هو يروح يعمل أشعة مقطعية في مكان تاني، فتوفر الأشعة المقطعية في المستشفى شيء يعني مهم جدا جدا. يعني يعتبر الجهاز إضافة كبيرة لمستشفى الصدر ومحافظة أسيوط بأكملها، حيث يساعد في تشخيص معظم أمراض الصدر بالذات وخصوصا فترة الكورونا، فيساعد في عمل جميع الأشعاعات المقطعية برضه بالمستشفى. تفقد محافظ الإسكندرية محمد الشريف أعمال تصريف مياه الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها جميع أنحاء الإسكندرية والتأكد من سيولة الحركة المرورية. وأوضح الشريف أن المحافظة تعرضت لسقوط مياه أمطار غزيرة نتج عنه تواجد تراكمات بعدد من الأماكن على مستوى المحافظة، مؤكدا أنه تم التعامل فورا مع تلك التجمعات والتي وصل عددها إلى 49 نقطة بالتنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحي والمرور وجميع الجهات المختصة. كل شوارع اسكندرية بالكامل الحمد لله آمنة، العربيات بتسير فيها والحركة المرورية فيها جيدة جدا، ما عندناش أي مشاكل. بعض الشوارع الجانبية اللي فيها أعمال تطوير حدث فيها تجمعات للمياه خاصة في غرب اسكندرية، لكن كل مناطق الشرق والممتاز أول والممتاز الثاني كل المناطق دي الأمور فيها كويسة جدا. احنا واقفين دلوقتي في منطقة اللي تحت كوبري الأباري، المنطقة دي عشان فيها تطوير لسه ما فيهاش شنايش، فبنجمع المية والصرف الصحي بيجمع المية من خلال العربيات، لكن الأمور الحمد لله تمام. الأمطار بدأت تخف حدتها خالص، احنا شغالين. يهمني اقول للمواطنين ان احنا الصرف الصحي لينا 4 أيام في الشارع، السواقين وعمال العربيات والاطقم الخاصه بالعربيات ورئيس مجلس اداره الشركه كله ليه 4 أيام موجودين في الشارع. عقد حزب الإصلاح والنهضة الصالون السياسي الثالث بعنوان المحليات بوابة لخدمة المواطن ومصنع للكوادر السياسية. تناولت الجلسة مفهوم المحليات والإدارة المحلية وتاريخها وتقدير موقف قانون الإدارة المحلية وانتخابات المحليات.
الصالون السياسي الثالث، واحنا بنناقش فيه المحاور الحوار الوطني، ومن اهم المحاور دي كانت المحليات، لارتباط المحليات والاداره المحليه بخطه التنميه الشامله، خاصه وان احنا بنتوجه نحو الجمهوريه الجديده. كمان موضوع كبير جدا وزي حساسيه كبيره جدا هي انتخابات المجالس المحليه لاستكمال الاستحقاقات الدستوريه، وكمان لان انت بتتكلم عن اكتر من 50,000 مقعد، الاستعداد ليهم يكون ازاي؟ كنا بنناقش بقى المحليات الوضع اللي موجوده فيها في الاداره المحليه، نقاط القوه، نقاط الضعف، ايه الفرص، ايه التحديات، وازاي معالجه القصور اللي موجود والحاصل، وايه السبل اللي كده، وبرضه بنناقش قانون الاداره المحليه وان هو اتاخر كتير جدا طبعا، واحنا القانون ده شديد الاهميه لان هو بيدي فرصه للرقابه على المجالس المحليه، وده حق ده على الادارات المحليه، وده مهم جدا. الانتخابات نفسها ازاي هنوصل للنموذج الامثل لنظام الانتخابات في المحليات اللي يقدر يدي فرصه كبيره جدا للشباب والكوادر السياسيه ان هي تظهر على الساحه؟ دي مجموعه تحديات بنحاول ان احنا ان شاء الله نناقشها مع الساده النواب النهارده في الصالون، بحيث نشوف مشروع القانون ازاي بيواجه هذه التحديات وايه التوصيات اللي ممكن نضيفها ليه. المحليات هي جموع مصر كلها، هي ايه؟ هي الوحدات المحليه القرويه بتشكل المركز، المركز بيشكل المحافظه، المحافظات بتشكل الجمهوريه، اذا هو الوطن كله. والوطن ده عايز تنميه، الربوع الصغيره دي والاماكن الصغيره اللي محدش سامع عنها لازم يبقى لها مجالس محليه تعبر عنها، ولها جهاز تنفيذي يقوم بدوره ويؤدي الخدمات للمواطنين. لازم يبقى فيه تنميه، والتنمية دي مش هتحدث إلا بقانون متوازن. انتخابات المجالس المحلية ده موضوع فارق جدا، موضوع هام جدا، خصوصا واحنا بنتكلم كمان على تطبيق النصوص الدستورية المتعلقة بتطبيق اللامركزية في المفصل الدولة المصرية خلال المرحلة القادمة، ده موضوع هام جدا. وجود المجالس الشعبية المحلية المنتخبة اعتقد ان هي هتؤدي دور رقابي هام جدا على اداء المحليات في مختلف المحافظات، يمكن ده من اهم التوصيات اللي هيطلع بيها اللقاء النهاردة والنقاش. موضوع اخر مهم جدا هو كيفية استعادة الروح والانتماء الوطني لدى قطاع كبير جدا من الشباب من خلال منظومة بناء الإنسان المصري. والآن وقفة مع أخبار المال والأعمال وميرنا مهندس. شكرا لكما سحر ودينا، والآن جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. أصدر البنك المركزي تعليمات أن البنوك باستثناء فئات من القرارات الأخيرة المتعلقة بتوفير العملة الأجنبية للعملاء خارج البلاد، ووجه البنك المركزي البنوك بتدبير النقد الأجنبي وفتح حدود البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر للاحتياجات بالعملة الأجنبية لأغراض التعليم والعلاج بدون حدود قصوى، وذلك عند طلب العميل لتلك الاستخدامات وتقديم المستندات المؤيدة لذلك. وأشار إلى أن البنك المركزي أكد على عدم وجود أي حدود للاستخدام للعملاء الذين لديهم حسابات بالعملة الأجنبية أو بطاقات ائتمانية يتم سداد استخداماتها من حساباتهم بالعملة الأجنبية. أصدر البنك المركزي بعض القرارات لتعزيز التحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد، وأعلن المركزي مد سريان قرارات إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد، والتي تتم من خلال القنوات الإلكترونية الإنترنت والهاتف المحمول البنكي بالجنيه المصري لمدة عام. كما أعلن البنك مد فترة سريان مبادرة دعم الشركات العاملة بقطاع السياحة لمدة 3 أشهر إضافية تنتهي بنهاية شهر مارس لعام 2023.
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء رسما معلوماتيا حول الدول الأكثر استقبالا لتحويلات العاملين بالخارج، وجاءت مصر في المركز الخامس عالميا ضمن أعلى الدول استقبالا لتحويلات العاملين بالخارج في آخر تقديرات العام الحالي 2022. ومن المتوقع أن تسجل التحويلات 32 مليار دولار، في حين جاءت الهند على رأس القائمة بإجمالي 100 مليار دولار. صعدت الأسهم السعودية مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط، بينما تراجعت معظم البورصات الأخرى في الخليج بسبب المخاوف الاقتصادية العالمية. هذا وارتفع المؤشر الرئيسي بالسعودية بنسبة 0.2% منهيا جلستين من الخسائر، ومدعوما بارتفاع يقدر ب 1.9% في بعض الأسهم للتطوير العمراني وزيادة بنسبة 1% في سهم مصرفي. انتهت جولتنا الاقتصادية، والعودة إليكم مرة أخرى سحر ودينا. شكرا لك مرنا إيهاب. ارتفع ضحايا الثلوج الكثيفة في اليابان إلى 14 شخصا وإصابة 87 آخرين. وأعلنت إذاعة NHK اليابانية العامة أعلنت أن الثلوج تسببت في انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة، وطلب مسؤولو الطقس من السكان التزام الحذر والامتناع عن الرحلات غير الضرورية. أقام مسرح أوبرا كييف حفل عيد الميلاد على مسرح تحت الأرض، وذلك تزامنا مع مرور 10 أشهر على اندلاع الأزمة في أوكرانيا. أقيم الحفل تحت الأرض لأسباب تتعلق بالسلامة وتجنب صافرات الإنذار التي تدوي بشكل شبه يومي في العاصمة. واعتاد مسرح أوبرا كييف إقامة حفلات عيد الميلاد في 7 يناير، لكن قائمين عليه غيروا الوضع هذا العام إلى 24 والخامس 25 من ديسمبر. والآن نتحول إلى أخبار الطقس والحالة الجوية. ووقفة أخيرة مع مرنا إيهاب. إليك مرنا. شكرا لكما دينا وصحر، والآن وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرية والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يسود طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة في أول الليل وبارد في آخره على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية. القاهرة درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13، الأسكندرية 19-14، مطروح 19-14، بورسعيد 20-15، والإسماعيلية 21-13. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 20 درجة والصغرى 14، العريش 20-14، طابة 17-13، شرم الشيخ 23-15، والغردقة 23-14. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 22 درجة والصغرى 10، أسوان 23-10، الوادي الجديد 23-8، شلاتين 25-15، وأخيرا حلايا بدرجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 18. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.
والآن نترككم مع أهم لقطة في هذا اليوم. وبهذه اللقطة انتهت نشرة التاسعة، ويتبقى التذكير بالعناوين. الرئيس السيسي يوجه بإتاحة وحدات سكنية بتخفيضات ملائمة للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة. مجلس الوزراء يعلن الإفراج عن بضائع بالموانئ ب5 مليارات دولار منذ بداية ديسمبر. بوتين يقول إن الجيش الروسي سيدمر صواريخ باتريوت الأمريكية إذا وصلت أوكرانيا. وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة مازال متواصلا مع هدير أبو زيد. مساء الخير يا هدير، وكل سنة وأنت طيبة. كل سنة وأنت طيبة يا دينا، كل سنة وأنت طيبة يا سحر. إن شاء الله سنة سعيدة علينا جميعا إن شاء الله بإذن الله. شكرا لكل صناع نشرة التاسعة، واستأذنكم نبدأ برنامج التاسعة. تفضلي.